مستودع القرطاسية أصبح أثمن ما في المدرسة من الناحية المالية. الحفاظ عليها في خزائن حديدية مطلوب. أرقام سعرها بالدولار قد تبدو خيالية مقارنة بالسنة الماضية، لكنها واقعية. التمنيات بمحوها وكتابتها من جديد لا تزال حبرا على ورق. السنة الجاية فكله بده ينشرها بوقته وحيكون السعر كتير عالي. نحن الآن خياراتنا اثنين ما في غيرهم، يا أما بدنا نسكر المدرسة لأنه الأقساط حتكون عالية كتير والأهل ما حدا يدفعوها، يا أما بدنا نلجأ لجمعيات تعنى بالأمور التربوية تدعم هذا القطاع. دمار القطاع التربوي بات وشيكا، تقول نقابة المعلمين في المدارس الخاصة. مئات من المعلمين بحسب النقابة قدموا الاستقالات بحثا عن العمل في الخارج. رواتبهم تآكلت، ومصيبة المتقاعدين منهم أن معدل تعويض سنوات الخدمة بات يعادل راتب سنة واحدة. شوقي لم يكن يتخيل أنه سيخرج من بوابة مدرسة الحكمة بلا عودة. تاكل تقاعد كله ما بقي منه شيء، راح تقريبا 90%، وبعدين ما يكون في ورشة إصلاح للرواتب عم بيصير ورشة إصلاح للمدرسة يلي تضررت وتدمرت بعد 4 آب. المكتب الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي حذر من تأثير معدلات الفقر على خدمات التعليم. تحذير سرعان ما تحققت نتائجه هنا، حيث أقفلت أقدم مدرسة سريانية أبوابها بفعل الأزمة، أبواب لطالما كانت مفتوحة على مصراعيها خلال كل الحروب التي عاشتها بيروت. تهدد مدارس خاصة بإقفال أبوابها إذا ما أوصدت أبواب الدعم في وجهها. أما المدرسة هنا فأقفلت بوابتها على 62 عاما من التعليم. التعليم الخاص الذي كان يعتبر أحد وسائل تحسين شروط المستقبل في لبنان. حسين خريس، صوت بيروت انترناشونال.